بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بمناسبة الانتخابات الجماعية التي مرت البارحة 4 سبتمبر 2015، هذه الانتخابات التي كانت بطبيعة الحال انتخابات حاسمة بين كلمة الحق وكلمة الباطل. بهذه المناسبة كنشكر كل ساكنة ديال المدينة ديال زيو، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا وكهولا، وكل شرائح المجتمع الساكنة ديال مدينة زيو اللي طبعا ساندونا واللي عملوا باش يشهدوا شهادة الحق في حقنا وفي حق اللائحة اللي تقدمنا بها وعرضناها على المواطنين كافة. فكان التصويت ولله الحمد تصويتا إيجابيا، وكانت المساندة إيجابية من جميع الشرائح ديال ساكنة مدينة زيو. وبالطبع احنا كديمقراطيين لا بد من أن نقول بأننا كنا نتنافس مع عدة أحزاب، وهذا بطبيعة الحال هو شأن الديمقراطية في المجال ديال العمل الجماعي وديال الشأن المحلي. إذن يوم 4 شو تنبير ساندنا كثير من المواطنين والمواطنات، ونحن نعتز بتلك المساندة ونفتخر بها. فزيادة على كوني أشكرهم، كذلك أتعهد بأنني سأقوم بالواجب إزاء هذه المدينة وإزاء ساكنة هذه المدينة، وألتزم بأنني إن شاء الله سأنفذ البرنامج الذي تعهدت به والذي يهم المدينة في جميع المجالات، سواء كانت منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضية أو مجالات خدمة البنية التحتية. فبطبيعة الحال أؤكد بأنني سأعمل على تنفيذ هذا البرنامج، وألتزم لكافة المواطنين بأنني سأكون رهن إشارتهم وفي خدمتهم مهما طلبوا مني ذلك، وفي أي وقت يطلبون مني ذلك سأكون معهم وسأكون رهن إشارتهم، وأتعهد بأنني سأكون في خدمتهم، وهذا أمر لا بد من أتعهد به وأقوله بعد الانتخابات. لأننا قبل الانتخابات كنا كنقول للمواطنين ساندونا، وإذا طلعنا غادي كذلك نقوم بالمصلحة اللي كتهم هذه المدينة. اليوم بعد الانتخابات كنقولوا بأننا كنلتزموا وكنتعهدوا بأننا نكون في خدمة ساكنة مدينة زيو. أشكر جميع الساكنة من جمعيات وجمعيات شباب ويعني مواطنين على مختلف يعني احيانا على مختلف الانتماءات ديالهم، كذلك كان هناك واحد التعاطف، ولذلك اشكرهم واتمنى ان نكون موفقين وان نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله، وشكرا.